صباح الخير. نصائح صيدلانية عن مرض الصدفية. مرض الصدفية هو مرض جلدي وهو التهاب جلدي مزمن يصيب فئة كبيرة طبعا من الناس، وهذا المرض هو عبارة عن اضطرابات في الجهاز المناعي لطبقات خلايا الجلد، فتصبح طبقة الجلد تتقسم بشكل غير طبيعي وتتجدد الخلايا متاعها عن غير الطبيعة، يعني بمعنى أن هي تصبح يحدث ذلك طبقات حمراء سميكة عليها قشور بيضاء سميكة، وهذه الطبقات تظهر في مناطق عديدة من الجسم، وأكثر شيء تظهر فيه لهن الركبتين، وتظهر في المرفقين، وتظهر في فروة الرأس وفي الأظافر وأسفل الظهر. وطبعا مرض الصدفية وقد يصاحبه أيضا التهاب مفصلي، يسمو فيه صدفية مفصلية، بمعنى وفي أنواع من الصدفية، في الصدفية اللوحية بمعنى أن توجد فيها لوحات، بمعنى أن هي ترتفع على سطح ترتفع عن سطح الجلد وتكون بها قشور حتى هي بيضاء وسميكة ولونها أحمر. ثاني حاجة اللي هي اللي يسموا فيها الصدفية الصديدية، بمعنى توجد على طبقة كبيرة من الجلد وتوجد فيها بثور لونها بني، وهذه البثور فيها صديد، وبعد مدة تتحول هذه البثور وتعطي كيش بقع بنية. وفي الصدفية النقطية وهي أكثر حاجة يصيب بها الأطفال، نتيجة ما بين بعد 3 أسبوع أو 3 أسابيع من التهابات الحلقة البكتيرية أو الفيروسية يحدث في الأطفال اللي هي يسموا فيها الصدفية إيش النقطية. وبمعنى تاني الصدفية أيضا الأحمرية وصدفية فروة الرأس، هذه أصعب أنواع الصدفية وطبعا تحتاج إلى معالجات دقيقة جدا وقوية جدا. طبعا ونحب وأيضا في الصدفية الأحمرية اللي هي الإيرثوميسين الأحمرية. بعدين نحب نحكي أيضا عن نصائح عامة تستخدم، اللي هي نصائح عامة نستخدموها في مرضى الصدفية أو خصائص المرض الصدفية. المرض الصدفية طبعا هو مرض غير معدي تماما، لا يكون ناتج عن نقص في الأملاح والمعادن، ولا يكون نتيجة عن أمراض داخلية ممكن يكون مصاحب بها، لكن ليش نتيجة عن أمراض داخلية يصيب أجزاء معينة من الجسم اللي قلنا عليه هنا الركبتين المرفقين، ويصيب فروة الرأس والأظافر وأسفل الظهر، وطبعا نصيب بحالة من التوتر والاكتئاب. وطبعا مرض الصدفية في نصائح عامة لازم الاستحمام بالماء الدافئ. ليش نستحمام بماء دافئ؟ حتى تصير تطرية لهذه الحبيبات وهذه القشور الجلدية، وطبعا يتعرض لأشعة الشمس اللي هي الأشعة الفوق بنفسجية لأنها تحد من هذا المرض. وطبعا خاصة ممارسة الرياضة في مكان مشمس تكسب أنت حاجتين، أول حاجة تقلل من التوتر والاكتئاب فأنت نقصت من حد هذا المرض اللي هو الصدفية. ثاني حاجة اللي هنك تثبت أشعة الشمس، لأن أشعة الشمس تدير جفاف لهذه المنطقة وتحد من هذا المرض. وطبعا تلقى حتى تلاحظ أن الناس في مرضى الصدفية بالذات تلقاهم في فصل الصيف يتحسنوا أكثر من فصل الشتاء، لهذا وكثرة طبعا عند ممارسة الرياضة ضروري جدا أنك أنت تكثر من شرب المياه خاصة قبل الرياضة وبعد انتهاءك من الرياضة. ليش؟ لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل، ونحمي من بش نحن يصير عملية الجفاف للمنطقة أو لمنطقة يحدث فيها الصدفية. وفي حاجة تانية من أهم أنواع الرياضة اللي هي السباحة. السباحة طبعا مهمة جدا لمرض الصدفية اللي عندهم اللي تصاحبه التهاب فيش في المفاصل. لماذا؟ لأن التهابها لأن تحسن المرونة وتقوي العضلات وتخفف ألام اللي هن ألام العضلات والمفاصل المصاحبة لمرض الصدفية، لأن الماء المالح مهم جدا لمرضى الصدفية. هذه بالنسبة لأنواع لخصائص وللاحتياطات اللازمة والنصائح العامة لمرض الصدفية. نأتي للعلاج مرض الصدفية. مرض الصدفية أول حاجة نستخدم كريم أو دهان فيه مادة ملطفة توضع على الجلد المصابة، فتؤدي ذلك إلى تطرية الحبيبات والقشور وتسهل إزالتها. ثاني حاجة نستخدمه اللي هي الفيتامين دي كالسبريتول اللي هو كمرهم أو ككريم يستخدم على الجلد المصابة حتى نحده من تقاسم، حتى ما تصيرش تقسم لهذه الطبقات من الجلد نحده منها أو نقلله من هذا التقسم. لكن في حال صدفية فروة الرأس نستخدمه سيرم أو سائل، ما نستخدموش كريم. تاني حاجة اللي هي الاستيرويد، اللي هي كريمات الاستيرويد اللي هي الكورتيزون. طبعا كريمات الاستيرويد هذا حتى نخففه من التهاب الجلد
ما تستخدمش لمدة طويلة من 4 إلى 6 أسابيع فقط لا أكثر. هذا بالنسبة إيش الاستيرويد وحمض الصلسيليك أسيد، حتى هو يستخدم لتطرية الجلدة وإزالة وترطيبة القشور وتسهل إزالتها. وطبعا هذين كنا لازم نستخدمون، قد نحتاج إلى طبعا تعرض لأشعة الشمس وأيضا اللي هي استخدام الليزر اللي هي الإكزيمر ليزر في بعض العلاجات إيش المتطورة عند فشل في العلاجات إيش السابقة. وقد ندخل إلى الأقراص اللي هن الأدوية اللي هن زي الريتينويد زي السيكلوسبورين وزي الميثوتريكسيت. طبعا الميثوتريكسيت هذا علاج الأدوية هذه لها أعراض جانبية خطيرة، تؤخذ عن طريق الدكتور المختص وعند إيقافة من الجسم توقف تدريجيا، ما يحدثش إيقافة من تلقاء نفسك حتى في حالة التحسن، لأن هذين في ميثوتريكسيت في خاصية كيميائية وطبعا ضروري جدا أن يكون عن طريق الطبيب المختص حتى لا تتعرض إلى أعراض انسحابية هذا الدواء. وطبعا في أيضا علاجات بيولوجية، هذا حبيت أنا أكثر شيء نركز عليها في مرض الصدفية، يعني الاهتمام بممارسة الرياضة، كثرة شرب السوائل والبعد عن التوتر النفسي والراحة التامة والمشي في أماكن، حتى لو كنت مش قادر أنك أنت تمشي الرياضة تمارس الرياضة تمشي في أماكن مشمسة حتى تقلل من التوتر. هذا اللي حبيت أنا أكثر شيء نحكي فيه عن مرضى الصدفية، وبالصحة للجميع.